إبراهيم عبود ناشط سياسي. بعد مرور 8 أعوام على العدوان الروسي نقول إذا كان الروس والإيرانيون قد استطاعوا احتلال سوريا تنفيذا لأجنداتهم والتي من بينها منع السلطة الأسدية المتهالكة من السقوط النهائي، غير أنهم لن يتمكنوا للعام 12 على التوالي من تحويل انتصاراتهم العسكري إلى مكاسب سياسية من خلال هندسة سوريا وفق رؤاهم ومشاريعهم وتصوراتهم، وما زالوا عالقين في الحفرة السورية، في حين أن شعب سوريا الصنديد ما زال يخوض معركة كسر العظم ضد المحتل الروسي الفارسي وأداته العميلة في دمشق وعلى الجبهات السياسي والعسكري والمدني، حيث تكون المعركة من المعارك الفاصلة التي ستحدد ليس مستقبل سوريا وحسب، وإنما مستقبل منطقة الشرق الأوسط كلها. من 8 سنين لتاريخ اليوم لا زال الروس عم يمارسوا كل الجرائم بحق الشعب السوري، اصطفوا بوجه هذا الشعب لصالح نظام بشار الأسد المجرم، استخدموا كل أنواع الأسلحة لقتل السوريين وتهجيرهم من مدن وقراهم، وما اكتفوا بهيك حتى استخدموا الفيتو لإيقاف المساعدات اللي عم تدخل للشمال السوري. لهيك نحن اليوم اجتمعنا في مدينة إدلب لنذكر المجتمع الدولي دائما الكاذب يلي بس بيحكي شعارات العدالة وحقوق الإنسان، لنقول له أنه لازم يأخذ دوره ويساهم بإيقاف الإجرام الروسي بحق الشعب السوري. يا شباب تبادلوا كلياتنا سوا، كلياتنا واحد. ركز علي وينها.